اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار، استاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. اهلا وسهلا. ايضا استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. ايضا استاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ سامي؟ مشرف ومنور. استاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف ومنور. استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك. وقبل بس ما ابدا مع حضرتك، لان انا وانا بتكلم عرفنا انه انا كنت بتكلم النهارده عن فيما يخص كلاتنبرج. لماذا يتم تطبيق الشكل اللي بيعمله او اللي عايزه كلاتنبرج في اليونان؟ لماذا لا يتم تطبيقه في مصر؟ الحقيقه جالنا الرد على طول في ساعتها، يعني قال لك ايه؟ ان في مباراه، احدى مباريات الدوري المحله، اعتقد المحله ومين؟ المحله والاسماعيلي. المحله والاسماعيلي الراجل حط على الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم في الفيديو، في جزء من التحليل، صوت ما بين حكم الساحه وحكم الفار. بيقول له في احتماليه فاول. خلاص؟ فنسمع برضو عشان يعني تبقى الدنيا واضحه. صوره كامله يعني. لسه بتجهزوها. طيب يعني برضو لان ده مهم جدا. لو ده حصل حلو جدا ان ده يحصل، ولكن هو في مشكله طالما حضرتك بتوري الجزء الخاص ان هو في احتماليه فاول. طب ما تخلي الناس تسمع زي ما كنت بتعمل في اليونان. خلي الناس تسمع النقاش اللي داير ما بين الحكم وحكم الفار. مع العلم برضو حتى بعد ده هناك فارق كبير ما بين الفيديوهات اللي كانت بتتعمل في اليونان والفيديو اللي بتتعمل هنا في مصر. الفيديو اللي بتتعمل هنا في مصر شرح هذه اللعبة، هي لعبة مباراة المحلة والإسماعيلي ومش عارف إيه، وهي فعلا أنا أتفق مع الحكم في مش عارف إيه. بص، هو طبعا الوضع الطبيعي إن هو يبقى عنده اسلوب عمل كلاتنبرج مش بيتغير في المكان حسب المكان. صحيح. يعني انت راجل بتشتغل بطريقه معينه، الطريقه دي مش هتختار ان انت تطبقها. مظبوط. في بلد وما تطبقهاش في بلد ثاني. استاذ كورس منهج. ايوه. وغير كده كمان بقى، انت اصل ده ممكن يفتح المجال لايه؟ ممكن يطبقها في مباراه وما يطبقهاش في مباراه ثانيه. او اشمعنى المباراه دي تحديدا؟ صحيح. ايوه، على حسب الاطراف. فلازم يبقى فيه اسلوب عمل. بس الكلام عن موقف كلاتنبرج كله يا كابتن اسلام كلام برضو محير ويفتح الباب لكلام كتير جدا. ايوه. من الكلام ده انه موضوع ان هو راح خد اجازه بدون مرتب شهر. لمده شهر للتحليل. هل ده متبع فعلا؟ يعني هل هو يبقى معانا؟ يعني هو مرتبط بالاتحاد اليوناني مش كده؟ كمستشار، مستشار لمنطقه الانديه مش للاتحاد. ماشي. وهنا مستشار برضو؟ لا هنا دي الوظيفه الرئيسيه بتاعته، المفروض ان هو يبقى متفرغ لها. يعني والكلام الكتير المحيط بانه في حاله من حالات عدم الرضا بينه وبين رئيس اتحاد الكره الاستاذ جمال علام. نعم. ما دي كلها اجواء برضو مثيره للشك في بدايه موسم. ده يخليني يا استاذ جمال يعني عايزه توضيحات.